بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إليكم مرسلون.
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا فإذا هم خامدون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ولا هم ينقذون
متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء وقرآن
سبحان الله.
الذي بيده ملكوت كل شيء